نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. انطلاق فترة الصمت الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الخارج، وغدا بدء التصويت على أن يستمر إلى 6 أكتوبر الجاري. تعليق الدروس كامل يوم السبت القادم بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والمؤسسات الجامعية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية. اليوم اختتام أشغال المؤتمر العربي 8 لمديري إدارة الجنسية والأحوال المدنية الذي تستضيفه تونس. في العالم، الكيان الصهيوني يقر بمقتل 8 عسكريين في معركة مع مقاتلي حزب الله، وإسرائيل تقول إنها سترد على الهجمات الصاروخية الإيرانية، وطهران تتعهد برد أقسى. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. انطلقت اليوم فترة الصمت الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالخارج على أن يجري التصويت ابتداء من يوم غد، ليتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم 6 أكتوبر الجاري. وتتواصل فترة الصمت الانتخابي بالخارج إلى غاية إغلاق آخر مكتب اقتراع في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجسم العياشي. تنتهي إذن الحملة الانتخابية، ليبدأ يوم الصمت الانتخابي اللي محاجر فيه يعني كل نشاط دعائي للانتخابات وللمترشحين، كل معناتها مظاهر من معلقات برامج تعرض معناتها على الناخبين، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية والمقروءة والمكتوبة، ليكون 4 أكتوبر أول يوم للاقتراع بالنسبة للمواطنين الخارج، ويتواصل الاختراع أيام 4 و5 و6 أكتوبر في جميع دول الخارج. للتذكير فإن كل المواطنين الكويتيين اللي في الخارج لهم إمكانية التصويت في أي مكتب اقتراع قريب منهم دون اعتبار مكتب التسجيل. وتتواصل الحملة الانتخابية في الداخل على أن تنطلق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 5 أكتوبر، وتتواصل إلى غاية إغلاق مكاتب الاقتراع عند 6:00 مساء يوم الأحد 6 أكتوبر. وأفادت هيئة الانتخابات بأنه بإمكان جميع الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج القيام بعملية الاقتراع في أي مركز اقتراع قريب من مكان وجودهم، شرط الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر. وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء ينسحب أيضا على الناخبين التونسيين من غير المقيمين والموجودين بالخارج خلال أيام الاقتراع، وذلك في إطار الحرص على تقريب مكاتب الاقتراع من الناخبين وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف. في إطار الإعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة ليوم الأحد 6 أكتوبر الجاري، تعلق الدروس بصفة استثنائية بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية كامل يوم السبت 5 أكتوبر وفق إعلان لوزارة التربية. وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدروس يوم السبت 5 أكتوبر الجاري بكل المؤسسات الجامعية، وذلك لضمان حق الطلبة في ممارسة حقهم الانتخابي. كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة تأجيل كافة التظاهرات في جميع الأصناف بكامل ولايات الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر الجاري.
تختتم اليوم بالعاصمة أشغال المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارة الجنسية والأحوال المدنية، ومن بين محاور جدول الأعمال وضع تصور موحد لبطاقة هوية وطنية عربية ودليل خاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية في إدارات الأحوال المدنية. رئيس المؤتمر حمد عبد الوهاب: مشترك هوية مشتركة لكل الدول العربية، ما زالت قيد الدراسة يعني، إن شاء الله بإذن الله عما قريب وتطبق بإذن الله، بس بعد ما يكتمل الردود من الدول الأعضاء. أهم الملامح فيها اللي هو يكون فيها رقم الصورة، فيها البصمة، فيها الشريحة اللي فيها بيانات الشخص كاملة موجودة، هذه أهم ملامح على أساس أنها تكون موحدة لكل الدول العربية، تكون متشابهة في كل الدول العربية واحدة يعني نفس الهوية. انتشل بعد ظهر أمس بحارة من جزيرة جربة وجرجيس يشاركون في عملية البحث عن مفقودي حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة جثة في منطقة راس الرمل، ويجري التثبت مما إذا كانت لأحد هالكي المركب وفق مصدر أمني. وفي الأثناء أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بارتفاع عدد الموقوفين المشتبه في تورطهم في الحادثة إلى 15 شخصا بين منظمين ووسطاء. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. أهلا بكم من جديد في أخبار العالم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت مبكر من فجر اليوم سقوط 6 شهداء و7 مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة وسط العاصمة بيروت. وفي المقابل أعلن حزب الله تصديه لمحاولات تسلل إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وتدمير 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط في معركتين مع حزب الله، وبإصابة 35 آخرين جراء تعرضهم لكمين من مقاتلي حزب الله عقب محاولتهم التوغل في بلدات جنوب لبنان. وأكد حزب الله أن مقاتليه فجروا عبوة بقوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في محيط بلدة أكفركلا وأوقعوها بين قتيل وجريح، كما استهدف مقاتلوه تجمعا لقوة إسرائيلية في بساتين لم طل وحققوا إصابات مباشرة. الحزب أضاف أنه قتل وجرح عسكريين إسرائيليين باستهداف تجمع لهم بين بلدة العديسة ومستوطنة مسكف عام المحاذية لحدود لبنان الجنوبية بصاروخ موجه ضد الأفراد. ومن جهته قال مركز زيف الطبي الإسرائيلي إنه استقبل 39 جنديا مصابا وصلوا بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف العسكرية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل سترد بقوة على الهجمات الصاروخية الإيرانية، فيما تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان برد أقصى. وفي غضون ذلك حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده ستتصدى بكل إمكاناتها لأي تهديد لأمنها واستقرارها، وقد أبلغت إيران وإسرائيل بذلك بعد عبور العديد من الصواريخ الإيرانية المجال الجوي للمملكة. ومن جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية في وقت أعلن فيه البيت الأبيض أن مجموعة 7 أدانت الهجوم الإيراني على إسرائيل وتنظر في فرض عقوبات جديدة على طهران. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وفق مصادر إعلامية. المصادر أفادت كذلك باستشهاد فلسطيني وبإصابة آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة داخل مدرسة إيواء بدير البلح وسط قطاع غزة. وجرى انتشال جثامين 53
50 شهيدا عقب انسحاب قوة الاحتلال من جنوب شرق خان يونس فجر الأربعاء بعد العملية البرية التي شملت مناطق قيزان النجار ومعا والمنارة والسلام. وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 89 جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس حسب مصادر طبية. السابعة صباحا وعشر دقائق بتوقيت تونس، التاسعة صباحا وعشر دقائق بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا عمار جبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: انطلاق فترة الصمت الانتخابي الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الخارج، وغدا بدء التصويت على أن يستمر إلى 6 أكتوبر الجاري. تعليق الدروس كامل يوم السبت القادم بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والمؤسسات الجامعية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية. اليوم اختتام أشغال المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارة الجنسية والأحوال المدنية الذي تستضيفه تونس. وفي العالم، الكيان الصهيوني يقر بمقتل 8 عسكريين في معركة مع مقاتلي حزب الله. إسرائيل تقول إنها سترد على الهجمات الصاروخية الإيرانية، وطهران تتعهد برد أقصى. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد، متابعة رائقة للجميع. إلى اللقاء.